السلام عليكم الاخوان، حياكم الله. معكم اخ ديالكم علي فريش. دائما فيما يخص قضيه الصحراء المغربيه اللي هي قضيه مقدسه على الشعب المغربي العظيم، اليوم كذلك اسبانيا ورئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو تشانشيز كيصدم الجزائر وكيصفع البوليزاريو. اليوم كان واحد الاجتماع تخليدا لواحد الذكرى العشرين لتشكيل حكومة خوسي لويس رودريغيس تاباتيرو. هذا الاجتماع كان حزبي، حضروا فيه أعضاء حزب الاشتراك الإسباني، وحضر فيه أمين عام ولا رئيس هذا الحزب اللي هو بيدرو شانسيز، واللي هو بالمناسبة كذلك رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانسيز. وفي هذا الاجتماع تكلموا معاه على الدول اللي سموهم هو الدول غير معترف بها، وكيفاش لها يتعامل إسبانيا مع هذه الدول في المستقبل. وكانوا وحدين حاضرين في هذا الاجتماع وهذا الاحتفال عندهم ميول الجزائري أو ميول بوليزاريو، شي من الدمم أو شي من العملاء البوليزاريو الجزائر اللي خلصوا فعلا من الجزائر. هؤلاء الأشخاص كانوا قاصدين على انه يجروا شي من الكلام من لسان بيدرو شانشيز باسم رئيس حكومه اسبانيا في اتجاه البوليساريو، اما يشير على انه في يوم من الايام يقدروا يعترفوا او تعترف اسبانيا بهذه الجمهوريه الوهميه، او حتى انه قد اسبانيا تراجع على موقفها التاريخي المؤيد للحكم الذاتي للصحراء تحت السياده المغربيه. هنا بيدرو شانشيز وفي الكلمه تاعو صفعهم، اصطبهم. بيدرو شانسيز وفي هذا الاجتماع وهذا الندوة اللي كانت في بيلباو قال سأقترح على البرلمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل إسبانيا، سنفعل ذلك انطلاقا من قناعتنا الأخلاقية ومن أجل قضية عادلة، ولكن أيضا لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للدولتين إسرائيل وفلسطين أن تعيشا وتعاشا في سلم وأمن خلال الاحتفال بالذكرى العشرين لوصول خوسي لويس رودريغيس تاباتيرو إلى الحكومة الإسبانية. ودافع سانشيز عن نضال المسؤولية التنفيذية من أجل السلام، وأضاف ولهذا السبب ندافع أمام حكومة إسبانيا وأوكرانيا وغزة عن احترام القانون الدولي من جانب روسيا ومن جانب إسرائيل ووقف العنف والاعتراف بالدولتين. هنا بيدرو شانشيز الجاهل كامل التجاهل ما تسميه الجزائر والبوليزاريو الجمهورية الصحراوية، مع العلم يا أخوتي على أن إسبانيا هي المسؤولة التاريخية عن الاستعمار ومشكل في الصحراء. إسبانيا عندها الأرشيف وعندها التاريخ وعارفة هذه الصحراء لما كانت تابعة وتالبة قبل دخول إسبانيا للصحراء سنة 1884. المسؤولية التاريخية ما تقدش نهائيا إسبانيا لأنها في يوم من الأيام تعترف بهذه الجمهورية الوهمية اللي قالها الجمهورية الصحراوية في تندوف، وهما عارفين على أن المغرب طالب بالصحراء من سنة 1957، سنة أو شهور قليلة بعد الاستقلال، وعارفين وداركين على أن المغرب دخل في حرب ومعركة قالها معركة الجيرة ضد إسبانيا سنة 1958، ودخلوها صحراويين من جيش التحرير المغربي اللي فيه صحراويين وحاربوا ودخلوا في معركة ضد إسبانيا من أجل استكمال الوحدة الترابية للمغرب. هذا ما نقوله أنا وحدي، هذا قالوا حتى المؤسس البوليزاريو الوالي مصطفى السيد اللي له نسمعكم فيديو يقول فيه على أنه جيش التحرير اللي كان في الصحراء كان يقود المغرب، والمغرب ما يقدي يقود هذا الجيش الا وعلى انه عارف على انه الصحراء مغربيه ودور حر الصحراء. اسبانيا يا خوتي وكتعرفوا كاملين من جهه للصحراء واستعمرت جنوب المغرب، ما استعمرت شي قال له دريكت هي الصحراء الغربيه من طاح القويره، لا هذا الكذب. اسبانيا استعمرت حتى سيدي هني واستعمرت طنطان وطرفاي وهذا واد نون، ياسر من المناطق استعمرتهم اسبانيا، لكن المغرب وكتعرفوا كاملين استرجع 1966 سيدي هني، واسترجع سنة 1958 الطرفاية وهذه المناطق الطنطان. إذن المغرب دخل في معركة من أجل استرجاع التراب المغربي من سيدي هني حتى القويرة. بالأكثر من هذا وكتعرفوا كاملين
المغرب كان يدافع ويطالب حتى بموريتانيا. نشوفوا فيديو الوالي مصطفى السيد حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. الشعب الصحراوي نصم لي فيس دي بوبل الصحراوي هو خرجنا على كل حال في الصحراء نصم ني او صحراء تربينا فيها نزافون غراندي او صحراء في وقت جيش التحرير او تان دي جيش التحرير لارمي دي ليبراسيون اللي كان يقود المغرب كي اتي ديريجي بار الماروك Recibamos a nuestro compañero presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
tan generoso como buen compañero que es, nos ha agradecido a aquellos que tenemos el honor ahora desde el gobierno de continuar esa tarea histórica del socialismo. Yo quería agradecerte, José Luis, a ti personalmente, esa victoria electoral. Yo voy a contar una anécdota de ese momento, porque entonces yo pues, estaba en el comité de campaña echando una mano ahí, como un militante más, y entonces José Luis se acercaba unas semanas antes de las elecciones a todo el mundo y decía, voy a ganar las elecciones. Y había gente que realmente le veía como diciendo, este hombre se lo cree. Me parece importante, porque, bueno, luego yo 20 años después, pues quién iba a decir la vida, José Luis, que me iba a encontrar antes del 23 de julio diciéndole a la gente que iba a ganar las elecciones. Pero me parece clave porque es un punto fundamental en la historia del Partido Socialista Obrero Español. Nosotros somos un partido ganador y somos un partido ganador gracias también a que se puede que nunca renunció a ganar las elecciones y que ganó las elecciones en el mes de marzo de hace 20 años. Y es importante porque nosotros somos partidos ganadores en Euskadi, también en España, porque no nos resignamos a tener razón, no nos resignamos a hacer los mejores programas electorales, las mejores resoluciones de los congresos, sino que hacemos valer aquello que dijo un insigne socialista vasco de que la auténtica revolución es la que se publica en el boletín oficial del Estado.